السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله من جديد. معكم محمد عبيد من قناة محمد تك. إن شاء الله رب العالمين اليوم نبدأ في بلاي ليست جديدة، في قائمة تشغيل جديدة بعنوان ورشة الصيانة. وفي ورشة الصيانة إن شاء الله رب العالمين بدي أعرفكم على الأجهزة المفترض أن تكون بورشة الصيانة، أجهزة الفحص، أجهزة القياس، القطع والأدوات اللي مفترض أنها تكون موجودة، أجهزة التنظيف وأدوات التنظيف. يعني إن شاء الله رب العالمين في حلقات إن شاء الله مبعثرة راح تكون عن اللي هو عن ورشة الصيانة. وبنبدأ اليوم في كاوي اللحام. في هذه المحاضرة إن شاء الله بدي أتعرف على إنه شو هو كاوي اللحام، ما هو كاوي اللحام، وأنواع كويات اللحام، وإيش القدرة، إيش الاستخدام، وبعض النصائح اللي إن شاء الله رب العالمين هأعطيكم إياها في موضوع كاوي اللحام. بداية كاوي اللحام بيتكون من اللي هو مقاومة حرارية مغلفة بمعدن توصيله للحرارة نسبة 100% تقريبا. يعني في عندي مقاومة حرارية مغلفة بمعدن، هذا المعدن بوصل لي أنا اللي هو بوصل لي، بنحكي عنه احنا البوز او الهدر الخاص ب اللي هو السولدرينج جن او كاوي اللحام. وايضا كاوي اللحام جواته راح تكون ثيرموستور او مقاومة حرارية. ليش؟ لانه من المفترض انها تفصل عند ما يكون في عندي حرارة عالية حتى انه ما يسيحش من الحرارة. زي ما احنا شايفين كيبل الكهرباء كونكتد مباشرة دايركت على هذه المقاومة، وبوصلني اللي هو للهيد او للرأس الخاص باللي هو إذابة القصدير. طيب انواع الكاويات اللي ممكن احنا نلاقيها في السوق او نواجهها في الحياة العملية، زي ما احنا شايفين اللي هو كاوي الاصبع اللي فيه منه عدة اشكال. كاوي الاصبع يعني يوزفل او سهل في الواحد انه يتحكم فيه او يمسكه، غير انه في سلبية في انه حرارته ثابتة، قدرة ثابتة. القدرة الثابتة بتخليه يتحكم فيها ايش انا بدي اشتغل. يعني الان هذا الكاوي مثلا 40 واط، هذا الكاوي 30 واط، هذا الكاوي 75 واط. 75 واط. الآن أنا لما أستخدم الكاوي 30 واط بيختلف عن استخدامي لل 75 واط. في بعض الانتجريتد 30 درجة الحرارة بدها تكون 30 درجة مئوية فقط. عشان هيك السلبية في كاويات الأصابع إنه الحرارة فيها ثابتة. عشان هيك تم تطوير اللي هو كاويات اللحام، وطلع عند اللي هو كاوي بنحكي عنه المسدس السولدرينج جن، واللي حط له هنا كبسة وقال لك في الوضع العادي هذا الكاوي بطلع لك 20 واط، وبعد الكبسة بصل ل 130 واط. القدرة بتصير 130 واط. صار فيها في الوضع العادي ايش صار في عندي؟ يعني حرارة منخفضة بالإمكان أنه أنت تستخدمها وتلحم من خلالها، ومش حرارة عالية، وبالإمكان أنه أنا عند الكبسة لمدة تقريبا 10 ثواني أصل لأعلى قدرة موجودة. هذا اللي هو كاوي السولدرينج جن اللي فيه الكبسة. طيب بعد هيك برضو قال لك على أنه أنت ما حددت ليش بالضبط إيش القدرة اللي ممكن تكون موجودة على رأس الكاوي حتى انه انا اقدر الحم الكومبوننت. راح اللي هو بعد هيك رجع لك ما بين القديم والجديد، نطلع لك حاجة اسمه ستيشن. الستيشن بيتميز بالمسكة اليوزفل هذه او المسكة السهلة، كأنك انت ماسك قلم وبتشتغل فيه، وما بين التحكم في اللي هو الحرارة زي ما احنا شايفين. راح اللي هو عمل لك في مين باور سويتش، أي مفتاح رئيسي اون اوف،
وعمل لك سيلكتيف فيريبل ريزيستور مقاومة متغيرة، انه انت تختار القدرة اللي انت بدك اياها. فصار في عندي ايش يعني تحكم اكتر في القدرة اللي انا بدي اياها، وصار في عندي شغل افضل. بعد هيك طبعا تشعبت الانتجريتد سيركت بعد ما كانت ديوال انلاين باكيج اللي هي الاثنين سايد، صارت على الفور سايد. فصار لزاما عندي انه انا اسخن اللي هو بالحرارة عن طريق اللي هو الهوت اير هذا اللي احنا شايفينه، والكاوي الهواء الساخن عبارة عن هيتر بكمبرسر. عشان هيك رح نجد انه في عندي تحكمات الهواء، في عندي تحكم الهواء موجود، وتحكم التمبريتشر الحرارة موجود، وتحكم السولدرينج لانه بكون في معاه كاوي تاني اللي هو موجود. هاي اللي هو الكاوي، بقول عنه الكاوي الشعر. حتى بتجد في انت في عنا في الواجهة الخاصة فيه بنلاقي شغلة اسمها ادابتر، هذا طبعا بالفك وببث الهواء الساخن من هان. فبنروح اللي احنا مستخدمين ايش الادابتر المناسب للشغل الخاص فينا. هذا كمعرفة اولية حبيت اعرفكم في الكاويات اللي ممكن تكون في ورشة الصيانة. الكاوي الاول اللي هو كاوي الاصبع، بعدين كاوي المسدس، بعدين كاوي الستيشن، بعدين الهوت او الهواء الساخن. طيب عادة كنصائح انا بستخدم اللي هو كاويات الاصبع ذوات القدرة العالية في ازالة تكتلات القصدير الكبيرة والكثيرة، فبستخدم لها اللي هو الكاوي ذو القدرة العالية اللي هو الاصبع من ناحية الحرارة، حتى من ناحية انه انا بديش اتلف اللي هو رؤوس الكاويات اللي انا يعني بستخدمها للسوفت سولدر. فبستخدم الكاويات هذه الاصبع ذوات الحرارة العالية في ازالة تكتلات القصدير الكثيرة والكبيرة، بينما بستخدم السولدرينج جن او كاوي المسدس والستيشن للحام وفك الحام اي سيات اللي هو الديوال انلاين باكج اللي على الجهتين. بستخدم اللي هو الهوت الهواء الساخن، بستخدمه لإزالة اللحام عن اللي هو او لتذويب اللحام عن اللي هو الانتجريتد المتشعبة الاطراف والدقيقة والقريبة. شغلة اخيرة بحب احكيها بخصوص الكاويات، بدك تنتبه في حال وجود اوساخ على الهد الخاص بالكاوي انه انت ما تنظفه ببرداخة او اي مادة ممكن انها تأثر عليه، بل بتنظفه اللي هو بالفاين، الفاين العادي، نظفه بفاين عادي بنضف وتمام 100%. ان شاء الله رب العالمين تكون معلومة الكاويات وصلت لكم، حتى الواحد يعرف شو يختار في ورشة الصيانة الخاصة به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.